بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي ونؤيد ونبارك كل خطوة تمرد وحركة مقاومة ضد النظام الخليفي الإرهابي الجائر في البحرين. ومن حق الشباب المعتقلين في داخل السجون أن يفكروا ويخططوا وينفذوا أي فكرة لتكسير القيود، قيود السجون. أما من يتحدث من زاوية الضعف ويريد أن يبقي على صورة نظرة الشفقة من العالم إليه فيتحدث عن المسرحيات، لأنه لا يستطيع أن يتكلم بلغة العز والقوة والكرامة. لغة العز والكرامة هي التي انتهجها الثوار الأبطال المقاومون الذين يجب علينا أن نتحول لهم إلى حواضن وإلى سند وإلى دعم، ونحتضنهم ونؤاويهم. هؤلاء هم الذين حفظوا دماء الشهداء وساروا على دربهم وحملوا أرواحهم على أكفهم. بالتأكيد أن مثل هذه الخطوات ربما تنتج عن حركات انتقامية يقوم بها النظام، لكن النظام إذا شعر أن خصمه قوي وأن خصمه لا يعرف للذل طريقا وأن خصمه أخذ المقاومة منهجا ومسلكا فستتكسر كل الإجراءات الأمنية والتحالفات العسكرية والاستعانة بالمرتزقة على صخرة صمود المقاومين البحرانيين. ولهذا نبارك لكل خطوة، والخطوة الأخيرة في تحرر عدد من المعتقلين، ونتمنى أن تتوالى مثل هذه الخطوات التي تعيد شيئا من وهج الكرامة وتفرض شيئا من الهيبة وتستعيد شيئا من العزة. ولا ننسى ويجب أن تبقى ذاكرتنا حية أن سجون الخليفيين خرج منها الشهداء، وأن سجون الخليفيين تغص وتعج بالمعتقلين من علماء ومن نساء ومن صغار ومن شباب ومن كوادر ومن كل الشرائح، وأن الخليفيين اتخذوا الإرهاب منهجا وطريقا لهم فهدموا مساجدا واعتدوا على أعراض وازدروا بالمعتقدات واستدعوا الاستعمار واستعانوا بالاحتلال وتحولت البحرين إلى ثكنة عسكرية، وبالتالي أصبح فرض على المظلومين والمستضعفين أن يأخذوا المقاومة طريقا، وخطوة التحرر من السجون هي أبلغها، ونتمنى أن تتوالى خطوات أكثر منها. نبارك ونؤيد ونشجع ونحيي، ونعتقد أن هذا الطريق وهذا المسلك وهذا الخط هو الذي سيحقق النصر والظفر في نهاية المطاف، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.